show compound of unsaturated hydrocarbons, يعني مواد غير مشبعة من الهيدروكربونات، يعني فيها رابطة ثنائية ورابطة ثلاثية الكين والكين كومباوندز. كيف هذه الروابط أو كيف هذه المركبات اللي فيها الكين والكين ممكن تعمل organometallic complexes؟ ليجاندز with extended باي سيستم، هذه الليجاند اللي معها باي سيستم على شكل إما open series أو cyclic باي سيستم. اليوم راح نشرح open series، يعني مركبات مركب يعني فيه ما في حلقات، كربون كربون كربون، واحدة منهم دبل بوند أو تريبل بوند. والمرة الجاي راح نشرح السايكليك باي سيستم. الآن open series باي سيستم أخذ أبسط الكين وهو الإيثايلين كومبلكس، وهذا الإيثيلين أو الإيثين بلا يباك في 2 كربون، وطالما في 2 كربون إذن فيه 1 نود ماكسيمم نمبر، هذه اكتبوها نسيت انا او حاطها في الشريحه اللي بعدها، ماكسيمم نمبر اوف نود تساوي نمبر اوف كاربون ماينس 1، يعني اقصى نود يكونها هذا المركب تساوي عدد الكربون الموجود في هذا المركب ناقص 1، فعندي 2 في الايثايلين او في الايثين ناقص 1 يساوي 1 نود. ايش يعني 1 نود؟ راح نشوفها الان مع بعض. هاي الان كربون كربون هون، الرابطة هاي الرابطة كربون كربون، عندك رابطة هيك رأسا لرأس، والفلك الثاني هيك، هذا بي زد هذا بي زد، يكون بين تداخل، هذا سيجما ما لناش علاقة فيه، هذا سيجما، لأن شغلنا كله احنا على الباي سيستم، unsaturated على الباي سيستم. باي سيستم يعني انه هاي في عندك فلك بهذا الشكل، هيو فلك بهذا الشكل، والكربون الثانية كمان عندها فلك زي، فأنواع التداخل في الموليكولار اوربيتال orbital diagram for باي سيستم للإيثين هو عبارة عن سيجما سوري مش سيجما باي وباي ستار. إذا أقصى شيء ممكن أعمل هون هي 1 نود زي ما ذكرنا في البداية. إذا مرة ثانية عند الكربون الأولى ترتبط مع الكربون الثانية رأسي هيد تو هيد على شكل ويشكلوا رابطة سيجما، وما بدناش نحكي عن رابطة سيجما، إحنا شغلنا عن الرابطة باي. الرابطة باي ليش؟ لأنه فيها زوج إلكترونات ممكن يمنح للفلز، وبالتالي بيكون عندي OMC. الآن هاي الكربونة هذا هو الفلك، وهاي الكربونة الثانية هذا الفلك تبعها، الكثافة الإلكترونية بنفس الاتجاه بسميه تداخل بناء ويعطيني باي، وتداخل العكسي يعطيني تداخل هدام اللي هو باي ستار أو يعطيني نود، هذا يسموه بوندينج، هذا يسموه أنتي بوندينج إذا تتذكروا موليكولار أوربيت. الآن طلع عندي هنا سينجل باي بوند كومبوزد أوف تو أوفرلابي أوربيتال، يعني راح يتكون عندي رابطة باي وحيدة لأن عندك زوج إلكترونات فيها، لأن كل إلكترون كل كربونة بدها تشارك بإلكترون، بالتالي صار عندي زوج إلكترونات حطيناهم في باي، وراح يطلع معي 1 بوندينج اند 1 انتي بوندينج زي ما حكينا باي موليكولار اوربيت. اذا هذه هي البوندينج وهذه الانتي بوندينج، هاي باي هاي باي ستار. طبعا شكل هذا الرابطه ممكن انا اكتبه ايضا بهذه الصوره، يعني هذول الاثنين مع بعض هيك وهذول الاثنين مع بعض بهذا الشكل. بوندينج بين ميتال اند اوبن سيريز باي سيستم. الان هيك احنا تصورنا شكل الليجند، بدي اشوف كيف بده يرتبط بالفلز، وهذا راح اوضحه فقط لهي الشريحه اللي بعدها، بعدين اسرد كل الليجند مره واحده ونرجع بعدين نوضح كيفيه ارتباط هذه الليجندز مع مين، مع الميتال. Bonding between metal and open series by systems. Right. Side bond geometry is most common. التداخل الجانبي. Coordination weakens، يعني الترابط باي مع الفلز راح يضعف الرابطة سي دبل بوند سي، كانت تظهر 1516 صارت تظهر 1623 صار لها داون شيفت يسموه في الاي ار. سيجما دونيشن بوند ايتا 2، يعني هذا الرابطة راح تعطي الفلز الكترونين، سميتها ايتا 2 فور باي موليكولار اوربيتال او فروم من الباي موليكولار اوربيتال في الدبل بوند الى الدي زد سكوير، وهذا راح يكون فيري سترونج due to bias very far from the nucleus.
وراح يحدث باك دونيشن من الدي اكس زد في الفلز الى الباي ستار اللي هي الفارغه هنا في الموليكولار اوربيتال دايجرام لهذا الالكين. طبعا هذول راح نوضحهم الان بالرسم، اللي ما فهمين يركز هون. يا ساتر ساتر. طيب الان هذا هو الايثين CH2CH2، هذا الرابط سيجما انا ما رسمتها ابدا، رسمت فقط رسمت الباي اوربيتالز. هذا لوب وهذا لوب، قبل شوي هذا كان لونه ابيض، هذا كان لونه ازرق، هون خليت نفس اللون بس حطيت هذه موجبه هذه سالبه او العكس، سالبه موجبه ما بتهم يعني، مش موجبه يعني في شحنه موجبه هون وفي لا انه الكثافه الالكترونيه هون مختلفه عن الكثافه الالكترونيه هون. وهذا في عنده الفلك، هذا هو هاي شايفينه، هذا الفلك فاضي وهذا الفلك كمان فاضي بهذا الشكل، وهذا يسموه باي امتي وهذا يسموه الباي فيل. الاحمر هذا باي فيل والفراغات هذول هو الامتي هو الفارغ، سواء هذول او هذول، لان هذا الفيلد راح يعطي الكترونات لمين؟ للدي زد سكوير امتي اللي موجود وين؟ اللي موجود في الفلز. اذا هذا يعود للليجند وهاي الرسمه تعود للفلز. الفلز فيه دي زد سكوير وفي دي اكس زد، هي هدي اكس زد شايفين كنا نرسمها هيك، سوري كنا نرسمها هيك هيك، والثانيه جايه هيك عمودي عليها، هاي مع هاي وهاي مع هاي، بس رسمها بهذا الشكل عشان ما يتداخل مع رسمه الدي زد سكوير. هلا هذا زد سكوير فاضي، وبالتالي الكترونات الباي من الالكين راح تدخل فيه على شكل وتكون رابطه سيجما اورجانو ميتاليك. هلا دي اكس زد هذا الكتروناته مليانه او في الكترونات موجوده فيه، فترجع لوين؟ للامبتي باي ستار على شكل باك دونيشن بهذا الشكل. اذا هذه سيجما بوند وهذه باي باك دونيشن او باي باك بوند. زي هيك، هذا يعني هذا رسمه اخرى نفس الرسمه اللي هون. هاي هذا هو الزد الفيكنت ميتال اوربيتال اس بي دي زد سكوير او دي زد سكوير، هذا هو هذا التهجين طبعا. اذا فلك فاضي من الميتال، هذا الميتال هذا الميتال، وهاي هي الليجن، هاي كامله هي الليجن تمام. فيجي الالكترونات من هذا الفلك المليان وين تقعد؟ تقعد بهذا الامتي. ها اذا هذا فيلد باي موليكولار اوربيتال، هذول هن شايفين هون اللون وهون اللون تمام. بيجي الالكترونات من هون من هذول الاثنين اللي هي باي الكترون، وتقعد في هذا الفلك اللي هو فارغ، وهذه سميناها هذه الرابطه سميناها ايش يا جماعه؟ سميناها سيجما بوند ما بين الليجند وما بين الميتال عشان يتكون اورجانو ميتاليك. الان هاي الرسمه الاخرى، الرسمه الثانيه، هون انا فصلت رسمتين بدل ما احطهم على نفس الرسمه، هون رسمت الرسمه الاخرى. لاحظوا هذه الرسمه، لاحظ هذا اللون الازرق هون وعكسه هناك بهذا الشكل، بالتالي هذا الباي ستار هذا راح يمثل مين؟ هذا راح يمثل لي الباي ستار، وهذا راح يمثل لي الباي اوربيت. الباي ستار راح يتداخل مع مين؟ مع الدي اكس زد الممتلئ، اذا هذا فيلد ميتال دي اكس زد راح يتداخل مع الفيكنت باي ستار موليكولار اوربيتال ويعطيني الباك دونيشن، اذا هذا هو الدونيشن وهذا هو الباك. لاحظوا كيف الالكترونات ترجع لوين؟ لهذا الفلك الفارغ. واضح هاي الرسمه؟ هاي الرسمه اللي يعني اذا ما استوعبتها موجوده في الكلام قبل شوي، يعني يا تفهم الكلام يا تفهم الرسمه، مش معقول ما تفهمش الثنتين. الآن preparation of alkene complexes، preparation of كيف نحضر هذه الكومبلكسات. طبعا هذه الكومبلكسات show synergistic effect in the product of the following، يعني فيها synergistic effect، وحكينا المرة الماضية ايش يعني synergistic effect، اي في عندي donation و back donation. شوفوا كيف نحضر بلاتينوم سي ال 4، هذا coordination complex بنضيف عليه الكين، يقوم الالكين يطرد كلور ويقعد مكانه في هذه الرسمه بهذا الشكل. بس هنا ملاحظه مهمه جدا، بيقول لحظه السكوير بلانر هيك هذا هو السكوير بلانر. الالكين ما بيجي بالعرض هيك، يعني بحيث انه انا هذا عندي السكوير، ما بيجي ياخذ هذه المساحه كلها، ياخذ مكان يعني تو ليجند، فعشان هيك شو بيجي واقف، مش عارف امثل لك اياها، لازم العين المجرده. يعني هاي الرابطه ترى مش جايه مع سطح الورقه، هي عموديه، يعني هذه الكربونه اللي فوق الورقه، هذه الكربونه تحت الورقه،
تمام؟ بالتالي هذه عمودية. إذا هون يقول لي الكين is perpendicular to the square planner to prevent taking space of two ligands. لأنه لو أنا أخذتها زي ما هي راح تأخذ مكان هذه الكلور وهذه الكلور، وبالتالي ما راح يتكون عندي مركب، لأن هي فقط إيتا 2، بالتالي ما راح تعطي إلا رابطة واحدة، ما راح تعطي إيتا 4 بهذا الشكل. فعشان هيك هذه الكربونيل عمودية على هذا السكوير اللي إحنا شايفينه، عشان أمنع إني أخذ مكان تو ليجند سواء هاي وهاي، أو لو كان هيك راح يأخذ مكان هاي وهاي of two ligand and the same for alkyne. ونفس الوضع بالنسبة للalkynes اللي راح نشوفها بعد شوي. أيوة. الآن هذا يقول هذا الآن مثال مرتبط بهذا الألكين عليه RR، بغض النظر هل هي كلها H زي هذا المثال ولا أي مركبات هيدروكربونية، لأن هاي الرابطة اللي حكينا هذه بيربنديكولر على هذول. طبعا هاي الآن اسمها أنسلري ليجند، وهنا هي الكلور بهذا المثال. أنسلري ليجند يعني الليجند غير اللي ما تكون أورجانوميتاليك، اللي هي الليجند العادية بتاعت فيرن. الآن ركز معي شوية، هذا المثال مع هذول الأربعة، هذول الثلاث اختصرناهم بالآن عدد من الليجند. الآن هذا الباي، لأن هذا الباي إذا عمل باك دونيشن راح يضل يشد فيها تمنه يغير هذا الشكل إلى سايكل بهذا الشكل، إلى سايكل بهذا الشكل، وتصبح الزاوية بدل ما هي 120 بين R و R تصبح هذا تهجين اس بي 3، وبالتالي يرجع 109.5، لأنه حوالي أربع روابط بين هون، حوالي ثلاث روابط فقط. فخروج سيجما هيك وباك دونيشن هيك، مع الزمن السينيرجستيك هذا يحول هذا الشكل الى سايكل. هذا في عنده اتزان، يعني يا اما يظهر بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا هون هذا الكين كومبلكس، هذا اسمها ميتالو سايكل كومبلكس. ميتالو من ميتال، سايكل من حلقه، كومبلكس اللي هو ارتباط كربون بميتال، وهي طبعا نوع من انواع الاورجانوميتاليك كومباوندز. ميتالو سايكل كومبلكس يعني يكون الميتال مع التو كربون على شكل حلقه. الكين كومبلكس كونفيرت تو ميتالوسين كومبلكس ديو تو انكريز ان باك دونيشن، يعني هذا الوضع يحدث اذا زاد الباك دونيشن عن حده. الكاين نفس النظام، الكاين as in alkene the difference is alkyne can give two metal مع بعض بنفس الوقت 90 أو 90 degree. لاحظ هذا الالكين اعطى اول شيء في البدايه الزاويه 180، ثم يحدث الباك دونيشن فيتكون عندي الرابطه هنا على شكل ميتالو سايكل كومبلكس. تمام. اذا شو السبب انه هذا دونيشن وهذا باك دونيشن فبيغير؟ ممكن انه كمان يعطي ميتال اخرى، يعني يعطي هذه ايتا 2 يعطي هذه كمان ايتا 2. هذا الفرق ما بين الالكين والالكين، لان الالكين عنده 2 باي سيستم، هذه ايتا 2 وهذيك كمان ايتا 2. طيب تمام. فاكتورز ذات انكريز باك دونيشن، ما هي العوامل التي تزيد من الباك دونيشن وبالتالي يتحول الى ميتالو سايكل كومبلكس اند الكاين كونكت تو فورم ميتالو سايكل؟ عده اسباب نركز عليها. اولا لو اوكسيديشن ستيت اوف ميتال، اما زيرو او نيجاتيف، يعني اذا كان الفلز ما عليه شحنه موجبه او كان عليه شحنه سالبه او صفر، هذا بيزيد من الباك دونيشن. ايضا الانسلري ليجند هذول اذا كانت الكترون دونيتنج او ريليزنج جروب، اذا كانت مجموعات دافعه، يعني تخيل الليجند هون اذا كانت الليجند هون مجموعه دافعه للالكترونات، معناته راح يكون عندي باك دونيشن قوي جدا زي هاي المجموعات. وR هون إذا كانت مجموعات ساحبة للإلكترونات، أيضا راح يزيد عندي الباك دونيشن زي السي إن أو البنزين. طيب على الآي آر، خمس دقائق. إذا هذا هو السبب في ميتالوسين، إنه يتكون عندي ميتالو سايكل سوري
هذول الثلاث اسباب ضروري جدا. اذا هاي المجموعه ساحبه الالكترونات، هاي المجموعه دافعه للالكترونات، والنايكل زيرو شحنته او سالب، احدث باك دونيشن بقوه، وبالتالي يكون ميتالو سايكليك بسهوله. The same for alkyne، بنفس الطريقه وبنفس الاسباب. لكن في الفيرنر كومبلكس متى يتكون ميتالو سايكل؟ ركزوا، اوكسيديشن ستيت اكبر من صفر او بوزيتيف، عكس هذولاك تماما. Alkyne with bridge to metal, they act as two electron donors to each metal. Allyl radical, اللي هي C3H5. ركز هذه فيها منيح، ثلاث ذرات كربون. عندك خمسة هيدروجين، 2 2 4 1 5. عندك إلكترونين هون وإلكترون هون، هذا راديكال، راديكال. ممكن يصير ريزونانس بهذا الشكل. اللي عندي 3 كاربون، so we have 3 pi orbitals، و number of node حكينا number of carbon minus 1، إذا هيطلع معي 2 nodes. هاي الرسمة، هاي 1 2 3، تكون bonding. هذا عندك أول node، وهذا عندك 2 nodes، فmaximum node يطلعوا معي 2، عشان هيك أنا قررت هذا القانون. الآن عندي كم إلكترون؟ 2 هون وواحد هون، 3، وبالتالي راح يكون 2 عندي في الباي، وواحد في الباي اللي بعدها، وهذا فاضي. الباي اللي بعدها سميتها باي إن، لأنه إن هو الراديكال إلكترون اللي موجود هون، هو راح يقعد فيها فنسميه باي إن، أو أقدر أسميها باي 1 باي 2 باي 3 وأريح راسي. الألل كومبلكس باي سيستم، ألل غير راديكال، غير ألل راديكال. ألل العادية اللي هي في زوج إلكترونات هون، إذا عندي 4 إلكترونات في نفس الرسمة، طبعاً هاي للأسف هاي أنا راح أجلها. هذول معلش، هذول راح أجلهم لأنه هذا كيفية ارتباط هذا، بس هي الفكرة في الألل هذا إنه نفس الرسمة، عندي 3 كربونات، إذا 2 نود ماكسيمم، هيك برسم الباي الأولى، برسم الباي الثانية، برسم الباي الثالثة، هون في عندي 2 وهون في عندي 2، تمام؟ وبالتالي هذه هي رسمة مين؟ رسمة الألل كومبلكس. هون سريعا معلش، سماها ساي 1 ساي 2 ساي 3 بدل ما يسميها باي وباي ان وباي ستار. الآن هذا الزوج من الإلكترونات راح يتداخل مع الزد سكوير من الفلز بهذا الشكل ويكون لي سيجما أوربيتال، وهذه الإلكترونات بسايد 2 راح تتداخل مع دي اكس زد وتسوي لي ايضا باي اوربيتال او باي دونيشن، اذا عندي سيجما دونيشن وعندي باي دونيشن، وهذا الفارغ راح يستقبل الالكترونات من الفلز ويصير فيه الباك دونيشن. فهذه الرسمه اهتموا لي فيها وراح اعيدها هاي بعدين ان شاء الله تعالى. 3 بيوتاداين نفس النظام، هذا عندك ماكسيمم نود 3، هاي 3، اذا بدينا اولى نود واحده 2 نود و 3 نود، وهذه علمناك عليها زمان، 4 الكترونات توضع بهذا الشكل في باي 1 وباي 2، باي 3 و 4 فاضيات يستقبل. ايضا في عندي هذا الشكل، و سي 6 كمان عندي هذا الشكل، ويا ريت الكل يتابع هذا كمان، سي 6 سي 5 الى اخره. هذا الباي سيستم تاع السايكل راح نخليه للمساء إن شاء الله تعالى.